أيضا في استسمحك أنيسة إذا مباشرة كما تشاهدون إلى مقام الشهيدة، حيث يقوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبمناسبة إحياء يوم الهجرة الوطني الذكرى 17 من أكتوبر 61، يقوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بوضع إكليل من الزهور ترحما على أرواح شهداء مظاهرات 17 أكتوبر 61 900,000. رئيس الجمهورية يصل إذن إلى مقام حيث نشاهد هذه الصور المباشرة لوصول السيد الرئيس واستقباله من طرف وفد رفيع المستوى. رئيس الجمهورية إذن يحيي مستقبليه من الأسرة الثورية ومن المجاهدين الذين يستقبلوها في مقام الشهيد، حيث سيضع اليوم إكليلا من الزهور ترحما على أرواح الشهداء مظاهرات 17 أكتوبر 61 900,000.
كما كنتم تشاهدون على المباشر، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبمقام الشهيد وضع إكليلا من الزهور وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 61 900 ألف. هذا وكما تشاهدون في هذه الصور المباشرة دائما يستعد رئيس الجمهورية رفقة كبار المسؤولين بالدولة وأيضا مجاهدين وأعضاء من الأسرة الثورية في تمام 11 للوقوف وقفة صمت ترحما على أرواح شهداء مجزرة 17 أكتوبر، وذلك لأول مرة بعد أن أقرها أمس، حيث سيقف كل الجزائريون وقفة صمت أو وقفة إجلال وإكبار كل سنة عبر كامل التراب الوطني في حدود الساعة 11 ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس. رئيس الجمهورية وكما تشاهدون في هذه الصور المباشرة يتبادل أطراف الحديث استعدادا لهذه الوقفة. قبيل ذلك يتبادل أطراف مع المجاهدين وأعضاء الأسرة الثورية بمقام الشهيد. إذن مشاهدينا، بث حي ومباشر من مقام الشهيد قبيل دقائق فقط من حدود الساعة 11، حيث يستعد رئيس الجمهورية للوقوف ولأول مرة في تاريخ الجزائر وقفة صمت ترحما على ضحايا وأرواح شهداء على أرواح ضحايا وشهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس. هذه الوقفة التي أقرها أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عبر كامل التراب الوطني، حيث يستعد كل الجزائريين للوقوف اليوم دقيقة صمت وترحم على أرواح الشهداء الخالدة، شهداء هذه المجازر التي وقعت بباريس في 17 أكتوبر من العام 1961. لحظات قليلة إذن وتكون هذه الوقفة الترحمية عبر كل التراب الوطني، ونتابع في هذا البث المباشر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستعد رفقة كبار المسؤولين في الدولة ومجاهدين وأيضا أعضاء من الأسرة الثورية للوقوف وقفة صمت.
والخلود لشهدائنا الأبرار، كما تابعتم على المباشر مشاهدينا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وقفة صمت وترحم على أرواح ضحايا مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس. كان هذا البث الحي من مقام الشهيد، حيث كما ذكرت منذ قليل وقف رئيس الجمهورية رفقة كبار المسؤولين بالدولة وأيضا المجاهدين وكل الجزائريين في كل ربوع الوطن وقفة صمت لأول مرة على أرواح ضحايا هذه المجازر، مجازر 17 من أكتوبر 1961 بباريس.